وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قصة شاب عادي اتولد في بيت عادي، أبوه مسلمين من النوع العادي، ولما صاحبنا بدأ يكبر ووصل لسن المراهقة بدأ يعمل معاصي غير عادية، ولكن في المجتمع العادي كل ده شيء عادي. وبدأ صاحبنا يكبر في مجتمع حواليه فيه صور المجلات والقنوات الفضائية والأغاني والكليبات، وبنت الجيران وزميلة أخته وبنت خالته وبنت، وبدأ يكبر في وسط مجتمع حواليه فيه ألفاظ الشوارع، حواليه فيه الفتن، حواليه فيه المعاصي من كل ناحية. ولما صاحبنا وصل لفورة الشباب وصل لدرجة من المعاصي الغير عادية رهيبة، وصل من السيجارة اللي محشية مخدرات لحتة الحشيش، وبسهولة جدا وصل لكاس الخمرة، واول ما شرب كاس الخمرة كل الموبقات بقت سهلة قدامه، ولما وقع في الموبقات كلها بدأ يشتكي ان الاحوال بقت غير عادية. وفي ليلة غير عادية كان راجع من سهرة غير عادية، وعند الفجر سمع اذان الفجر بيشق قلبه. اول ما سمع الاذان اترعب صاحبنا، هو مش عايز يسمع الاذان، مش عايز يفتكر هو بعيد عن ربنا قد ايه. بدا يجري بعيد عن الجامع، بدا يشوف اي شارع ولا اي حوده يحود منها بعيد عن الجامع. هو بيجري خبط في واحد كان رايح الجامع، وقعوا الاثنين. وقف الاثنين يبصوا لبعض مستغربين. صاحبنا يبص للشيخ، ايه ده هو وشه منور كده ليه، هو وشه بيبخ نور كده ليه، ده ملك من الملائكه ده ولا ايه؟ والشيخ يبص له، ايه ده اعوذ بالله ده شيطان ده ولا ايه؟ صاحبنا يبص له، ايه اللبس اللي كله نور ده؟ ده اللبس ده جاي من الجنه ولا ايه؟ والشيخ يبص له، اعوذ بالله ده لابس ايه ده؟ ده ولد ده ولا بنت؟ قال له، انت مين يا ابني؟ يا خبط على قلب الشاب، انا مين؟ والله ما انا عارف انا مين، والله ما انا عارف انا ليه، والله ما انا عارف يا عم الشيخ. الشيخ بدا يضرب كف بكف ويقول، مسكين والله العظيم مسكين، لا عندك، انا مش مسكين، انا في طريقي، انا كويس، وساعات بصلي والله العظيم، انا مش وحش. الشيخ كانه ما سمعش اي حاجه، قال له، على فين يا ابني؟ يا تاني خبطه في نفس الدقيقه، على فين؟ والله ما انا عارف على فين، والله ما انا عارف يا عمي. بدا يصعب عليه منظر الشاب، مسك ايده وقال له، تعالى يا ابني، تعالى معايا يا ابني، على فين يا عم الشيخ؟ تعالى يا ابني بيت ربنا، تعالى الملاذ التايهين، تعالى يا ابني صالح على ربنا سبحانه وتعالى. انت بتصلي؟ انا؟ لا مش عارف. تعالى يا ابني، تعالى الصالح على ربك. وشده من ايده وفضل ماشي بيه، وصاحبنا رجليه بتزحف في الارض لغايه ما وصلوا لباب الجامع. واول ما وقف قدام باب الجامع، يا ايه النور ده؟ ايه الجو ده؟ ده واقف ده بيسجد لربنا، ومنظر منظره هو بيسجد كأن الملائكة بتاعت السماء كلها محوطاه. وبدأت شاشة تتفتح في صدر صاحبنا، منظر البنت اللي أول ما دخلت الجامعة كانت طاهرة وبريئة ونقية، الشيطان معرفش يضحك عليها ويغويها، وهو طلع أقذر من الشيطان وضحك عليها وغواها. منظر أبوه ومنظر خيبة الأمل على وشه وخيبة أمله في ابنه وعمره اللي ضاع، وحس إن ابنه خلاص خسر ابنه. وبدأت الشاشة تسرع أكتر، منظر الكاس، منظر السيجارة، منظر رأي الكوتشينة، منظر شاشة السينما، منظر الزنا والرأس والمخدرات والشرب، منظر ورقة الجواز العرفي، منظر سهراته وذكرياته على الرمز بتاعت النت والناس بتصلي الفجر تحت. أنا هقدر أعيش من غير كل ده؟ أنا مش هقدر، مش هقدر، سيب إيدي، أنا مش هسيب إيدك، سيبني، أنا بكرهك، أنا بكره كل واحد زيك من أصحابي بقى زيك وقلب بقى زيك، كل ما بشوفه بفتكر أنا بعيد عن ربنا قد إيه، سيبني مالكش دعوة بيا، مش هسيبك يا ابني، مش هسيبك تودي نفسك جهنم برجليك. قول يا رب يا ابني، قول يا رب وهتقدر، والله العظيم هتقدر، والله العظيم هتقدر، والله العظيم هتقدر يا ابني. وبدأت شاشة تتفتح قدام عينيه، ومنظر صاحبه اللي كان عنده عربية وفلوس والدنيا كلها معاه، الساعة 2 بالليل على الطريق السريع مع بنت والعياذ بالله، يموت والعياذ بالله وهو في الوضع ده، وأهله من الفضيحة يدفنوا من غير ما حتى يصلوا عليه، خايفين من الفضيحة. وبدأت الشاشة تسرع، منظر فلان اللي مات فجأة في مارينا، وفلان اللي مات فجأة على الطريق ورايح يعمل مصيبة، وفلان اللي مات بعد سهرة كلها منكرات، وفلان وفلان وفلان. يا رب يا رب أنا مش عايز أضيع زي ما ضاعوا، يا رب يا رب انجدني يا رب
يا رب اغفر لي يا رب، انا مش قادر، بس انت اللي تقدر. انا مش قادر اخلص نفسي، بس انت يا رب اللي تقدر تغثني من اللي انا فيه. ليه جري على المسجد اللي قابل فيه الشيخ امبارح صاحبنا عند الفجر؟ اصبح انسان من الليله غير عادي، راح للمسجد وفضل يستنى الشيخ لغايه ما لقى الشيخ جاي. جرى عليه يحضنه ويقول له ادعي لي يا عم الشيخ، والشيخ بيحضنه وبيقول له الحمد لله على السلامة يا ابني، الحمد لله على السلامة يا ابني. يا شباب هنسمعها امتى بقى الحمد لله على السلامة؟ هنقول لكم وهنقول لنفسنا امتى الحمد لله على السلامة؟ رجاكم ربكم ومولاكم بالسلامة. النبي هيقول لنا على حوض، على الحوض عليه الصلاة والسلام، واحنا رايحين فرحانين مع بعض بنجري عليه مع بعض كلنا، وهو بيقول لنا الحمد لله على السلامة، رجعتوا لنا بالسلامة، رجعتوا ربكم ومولاكم بالسلامة. مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا، كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا. مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا، منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا.